لكل متابعي يلا كورة المشتركين معنا في البريدكشن جيم، يلا نستغل كريم سعيد النهارده عشان نشوف نجمع نقط ازاي. ازيك يا كريم؟ خلاص وصلنا للسيمي فاينل، عندنا ماتشين مهمين جدا. قول لنا بقى هنعمل ايه؟ عندنا المغرب وفرنسا، كرواتيا والارجنتين. طبعا اكيد بقى احنا وصلنا للخلاص المراحل الاخيره من مسابقه التوقعات، واكيد دلوقتي كل توقع بحسابه يعني بتمنه. بالظبط. خلي بالك بقى في الادوار دي احنا بنتكلم على يعني ايه، يا يمين يا شمال. مثلا يعني المغرب وفرنسا، ممكن مثلا الاغلبيه تختار فرنسا، هوب حد يقول لك بقول لك ايه انا هغامر والعب على المغرب. لو هو مثلا يعني مركزه ال 30 ممكن ينط يلاقي نفسه في اول ثلاثه ياخد الجايزه، واللي كانوا متصدرين على طول هوب لقى نفسه في اخر جوله بره اول ثلاث مراكز. فلازم الناس تخلي بالها بقى ويعني تركز في كل توقع. يعني طبعا رغم طبعا احنا بنتكلم ايه، دينا بنتكلم في المونديال، ما ينفعش في اصلا بريدكشن. كل امان توقعات كلها باظت، كلها غلط يعني. معظم التوقعات في المونديال ده بصراحه كلها غلط يعني. مين يقول البرازيل تخرج؟ مين يقول ان فرنسا بعد الاداء المخزي ده قدام انجلترا هي اللي تصعد؟ يعني مين كان يقول المغرب توصل سيمي فاينل؟ يعني فاهمه كل التوقعات بامانه صعبه. بس بما ان احنا وصلنا بقى للمرحله دي، طبعا اكيد الحماس شديد جدا عشان ثلاث مراكز. احنا عندنا الجوائز طبعا، لو ممكن تقولي طبعا للساده المشاهدين يعني هديه المركز الاول بي اس 5، المركز الثاني والثالث موبايل، فما فيش احلى من كده الحقيقه. يعني هو اكيد طبعا النهارده البي اس 5 طبعا يعني جهاز اثبت نفسه في سوق يعني الجيمز المصري، فالناس كلها نفسها يبقى عندها بي اس 5. طيب خلونا مع ماتش المغرب وفرنسا وان شوت بصراحه. انت تصلي استخاره او ما تصلي قوم توقع، لان الموضوع فعلا صعب. يعني الطبيعي هنقول فرنسا، بس اللي يتماشى مع المونديال ده المغرب. هي واضحه كده انت وقلبك بقى. على الناحيه الثانيه الطبيعي الارجنتين، اللي يتماشى مع المونديال ده هو المفروض امانه كرواتيا الحقيقه. افضل تفنيشه لي ان يبقى كرواتيا مغرب فاينل، عشان بجمله المفاجات بقى. افضل تفنيشه بصراحه تبقى يعني ايه قمه الدراما بقى، يبقى كده السيناريو محبوك مرسوم بصراحه يعني. لكن بس انت مش قادر تنصحنا برضو نختار ايه؟ لا يعني احنا بنتكلم احنا باقي اربع مباريات، ماتشين سيمي فاينل، ماتش مركز ثالث ورابع، وماتش الفاينل. يعني بصراحه يعني مش قادر انت على المسؤوليه دي، مش قادر. صعبه والله. النهارده المنتخب الفرنسي فعلا يعني احنا قلنا ان هو هيتطور اداؤه بكل ما يصعد في الادوار، لانه قدم مباراه ما فيش أسوأ من كده قدام انجلترا، وهو اللي صعد. فتاني يا جماعه انت، بس انا هقول لكم نصيحه واحده فعلا، انا بحب اتوقع المنتخب اللي انا بحبه عشان ما احبش ابقى قاعد يعني بايه بشعورين، اللي هو انا متوقع حاجه وفي نفس الوقت انا بشجع التاني. ده احساس سخيف جدا 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 بتتفرج على الماتش. فاللي انت يعني ايه استفتي قلبك واللي قلبك يمشي معاه، توقع وتوكل على الله. وفي الاخر اكيد احنا هننبسط اكيد 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 بوجود ثلاث فائزين معانا في واحده من يعني ايه اكثر مسابقه توقعات عملناها حماسا وسخونه في المونديال. بشكرك يا كريم، وعلى نصيحه كريم اسمع لقلبك واختاروا كويس وركزوا علشان ما تفقدوش نقاط. وبفكركم تاني هديه المركز الاول بي اس 5، والمركز الثاني والثالث موبايل، وان شاء الله كلكم تكسبوا.